السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاة الممثل العراقي المعروف محمد الضرير، وذلك نتيجة فيروس كورونا. تداول هذا الخبر في جميع المواقع في السوشيال ميديا وجميع المواقع الاجتماعية، إن لله وإن إليه راجعون. كما أقول دائما، تعددت الأسباب والموت واحد. نطلب من كل محبين هذا الممثل الطيب جدا، نطلب من المحبين الدعاء له وأن يصبر أهله جميعا، إن لله وإن إليه راجعون. أتمنى من أخواني وأخواتي الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو حتى يصلكم كل ما هو جديد بإذن الله تعالى. وأطلب من كل محبين هذا الممثل العراقي المحبوب، أطلب من الجميع الدعاء له وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وتوافقكم إن شاء الله. سأكمل معكم الأخبار بإذن الله تعالى فيما بعد. والسلام.